اكتسب بئر السيدة العذراء في بيت ساحور في الأراضي المقدسة أهمية خاصة بسبب الأعجيب التي صاحبته مع مرور الزمن وظهورات أمنا العذراء بنفس المكان وشفائها للعديد من المرضى. وعرفاناً وتقديراً لسيدة الرعاة، قام أهالي مدينة بيت ساحور بترميم كنيسة البئر وتوسيعها لاستيعاب أكبر عدد من المصلين. تفاصيل أوفى حول هذا البئر في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. للأراضي المقدسة والمناطق المحيطة بها قداسة شامخة في العالم، ومن هذا المكان المقدس في مدينة الرعوات يقع بئر السيدة العذراء المعروف ببير السيدة، والذي يأتي في موقعه وسط البلد في بيت ساحور التي تحتل مكانة مركزية في حياة سكانها. ففي هذا المكان المقدس ظهرت أمنا مريم العذراء مرات عديدة، وهذه الظهورات تقدم لنا أمنا مريم رسائل هامة وإشارة واضحة لنا من أجل المحافظة على الأماكن المقدسة واحترامها، فكانت الظهورات لجميع الرعايا والأديان. كما ويروي لنا الأب صابا خير كاهن رعية الروم الأرثوذكس في بيت ساحور قصة تسمية هذا المكان ببئر السيدة. نسبة لبئر السيدة العذراء، هذا البئر كان على زمن صار على زمن الرومان، بئر روماني هذا الموجود البئر في بيت ساحور. كان بيت ساحور كانوا عايشين يشربوا من هذا البئر، كانوا أقل في منطقة في هذه في أرض الرعاة، فكانوا يجوا يشربهم ومواشيهم وغنمهم كانوا يجوا يشربوا من هذا البئر. حتى الرعاة الذين تبشروا بمجيء المسيح هم وغنمهم كانوا يجي يشربوا من هذا البئر. فهذا البئر كان على زمن الرومان، فبعد ميلاد السيد المسيح لما أجا الملك هيرودس لما قام بده يقتل الأطفال حتى يعرف وين يسوع، حتى إنه يقتل يسوع المسيح، فأجا ملك الرب ليوسف قال له يا يوسف قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. فأجوا الطريق هذه وأجوا على البئر وشربت العذراء مريم والطفل شربوا من هذا البئر، نعم، وتم مشوارهم إلى مصر. فهذا من هذاك الوقت لغاية الآن، وكان أكثر الناس عايشين من هذا البئر. لما العذراء مريم شربت من هذا البئر صار يحدث فيه عجائب، حتى يقال إنه في إحدى النساء أتت لكي تشرب تأخذ ماء من هذا البئر، فظهرت لها العذراء وما بتعرف إن هذا العذراء، فطلبت منها العذراء إنه أسكيني أعطيني أشرب. قالت لها أنا مستعجلة وما بقدر. فطلبت من الماء أن يطلع إلى الخارج وفاض البئر وشربت العذراء من البئر. فمن هذاك الوقت بئر السيدة العذراء لن ينقص بتاتا، لن ينقص، تطلع المي من الأرض وبيشربوا منه لغاية الآن. جميع من يجي يزوروا هذا المقام المقدس كانوا يأخذوا ويشربوا من هذا البئر. تم إنجاز وتدبير تصليح في هذا البئر، فكان أحد من بيت ساحور شخصيات بارزة في بيت ساحور، وكان الله يرحمه رحمة نيكولا أبو عيطة، كان رئيس بلدية بيت ساحور، وكان بعمل ترميم لهذا البئر وكنيسة بسيطة متواضعة للكل، يجي كل الطوائف الروم واللاتين والكاثوليك يجي يصلوا في هذه الكنيسة. فصار الناس يجوا بكثرة، فعملنا كل الكنائس يجوا يصلوا في هذه الكنيسة أسبوعيا، يصير ثلاث قداديس في هذا المقام. فقامت أيضا البلدية مع الرعية في بيت ساحور كل الطوائف بتكبير هذا المقام شوي يكون أكبر، ففعلا صار أكبر شوي مثل ما الكل يشوفوه، وصار الناس يجوا ويصلوا في الكنيسة. كانت تظهر كثير العذراء مريم تظهر على هذا المقام. في مرة قبل حوالي بديش أقول أكثر عن بحدود 35-40 سنة، هذا على زمني أنا وأنا كاهن، في نهار عيد العذراء كان الناس صلوا بالكنيسة للآباء الأجداد، ف
فأجوا إلى الكنيسة هذه حتى أنه ضو شمع قدام العذراء مريم في بئر السيدة، وإلا عند دخولهم وإلا سرت أو قونة العذراء مريم داخل البير على وجه الماء، كتمثال بير العذراء بثوب أبيض. فأجوا الناس وشافوها، وأنا من جيت وشفتها، وكانت ذهبت لجوه داخل البير وحفر مكان الصخر حسب الشخص اللي كان موجود على وجه الماء، وهي تمثال العذراء وهي حاملة الطفل ويوسف عند هروبهم. فكان ظهر على الصخر صورة الهروب من العذراء مريم ويوسف والطفل على المبحور بالصخر، وأجوا جميع من أقطار العالم كلها أجوا وشاهدوا هذا الحدث العظيم. ولغاية الآن بئر السيدة العذراء مقدس، وبيجوا من جميع أقطار العالم بيجوا يزوروا هذا المقام، ونشكر الله إنه الماء الحين موجودة الكل بيشرب منها، وبيجينا سواح على هذا المقام وبيشوفوا فعلا هذه أعجوبة. ولأول كنيسة في العالم بكدسوا فيها ثلاث طوائف، ما يدل على اتحاد المسيحية الموجودين في بئر السحور، الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك واللاتين، بيجوا وبيستعملوا قداديس في هذه الكنيسة، لأن هذه الكنيسة مش للروم ولا للاتين ولا للكاثوليك، هذه لكل الكنائس الموجودة في بئر السحور. الإيمان بستنا مريم العذراء مريم، كثير ناس بيأمنوا مش بس مسيحي، إسلام ومسيحية عندهم إنه العذراء مريم هي أم السيدة يسوع المسيح، فبيجوا يكون عندهم مشكلة أو مرض، فبتيجوا بضو شمع عن فداء عن أولادهم، إنه بتطلب إنه العذراء مريم تشفي أبنائهم من مرض، وعشان صلاتهم بتكون يعني بحرارة بإيمان تتقبل هذه الصلاة، وبإرادة الله بيشفى ابنهم أو بنتهم أو عندهم أي مشكلة من دعوات العذراء مريم. بهذه المناسبة أقدم كل الشكر والتقدير إلى تلفزيون نورسات الأردن، وهذا حنا بنتشرف فيه. أنا اللي مسؤول عن الكنيسة، بفتحها كل يوم الصباح ولحد الظهر، وبعد الظهر كمان بيجي زوار كتير يزوروها من جميع الطوائف. الكنيسة هاي تابعة لكل الطوائف وبصير فيها صلوات، ونشكر الله يعني إلها عجائب كثيرة للعذراء، الحمد لله إلها عجائب كثير مع إسلام ومع مسيحية، والحمد لله يعني فيش حدا بيجي بطلب أي إشي من العذراء، والكنيسة بنول طلبه. ومن خلال ظهوراتها فهي ترشد العالم وتدعوهم إلى الصلاة والإيمان، وهي تقول للعالم أجمع: أنا معكم في هذه الصعوبات والشدائد التي تحيط بكم. أصبح هذا البئر روح المدينة وقلبها النابض وضميرها الحي ومكانا يجمع أهلها، فالعذراء مريم هي أم الكنيسة التي ستبقى شعلة نور للعالم. للنورسات مارلين الحدوة من بئر السيدة العذراء بيت سحور.